النيرة أمامكم حضورهم شخصيا للقاء السيد العقيد والوفد المرافق له. لنا شرف عظيم لهذا اليوم، نعتبره يوما تاريخيا، ونتمنى هذا اللقاء الهام المهم مع السنة الجديدة إن شاء الله ستكون بالصحة العافية للمجاهدين المرضى في المستشفيات أشفاهم الله. ولا شك هذه الزيارة الميمونة ستكون بالفائدة على جميع الأسرة الطرية والمجاهدين الخاصة مع الجزائر الجديدة. وفي هذه السنة الجديدة كما قلت 23 إن شاء الله أجدنا من تبقى بخير والحمد لله والشكر لله. سنة 2023 كلها بخير للجزائر والازدهار للجزائر الجديدة بسياستها الرشيدة الذي سيدي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون طال الله في عمره ليواصل جزائرنا بالأمان بالأمن والاستقرار والمزيد من التطورات في الاقتصاد الجديد بالتنمية الشاملة على كل ربوع الوطن خاصة الشباب شباب الجزائر اليوم وهم ينعمون بالحرية والاستقرار مثل بنتنا عندنا بنت شهير رئيس قسم الطيرقة أطال الله في عمره والبركة فيه وراها موجودة عندنا اللي قدمت القسمة المجاهدين